مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. عدد جديد من كوفي تايم، دائما نطلع عليكم على ميمور 15 دائما باش نكونوا مع بعضنا. سيرة الساعة ونص حتى 2 دو طون تناقشوا في موضوع دائما يكون من اختيار فريق الإعداد المتألق اللي يشرف على برنامج كوفي تايم. اليوم قبل ما نقول لكم على الموضوع نتاعنا وقبل ما نهضروا على تفاصيل أكثر عن البرنامج وعن الضيوف، دائما نبداو الحلقة بفقرة اللي تحبوها أنتم بزاف اللي هي فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، ونقول لكم مشاهدينا ترندي جينجل ورا مرتين. عودة لكم مشاهدينا الكرام، دونك فقرة ترندينغ اللي عودنا انكم تشوفوا فيها معظم ولا ابرز الاخبار اللي راهي دارجة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي كنتوا تفاعلتوا معاها كثيرا، اللي هي نبداو اول خبر عندنا اليوم. عندنا الفيديو المتداول عن نشوب حريق باحد المنازل وبعض المحلات وسط مدينه الثوالي بالعاصمه. مساكن والله ربي يعوض عليهم ان شاء الله. ولكن راكم تشوفوا في الفيديو. دونك نعاود نقول لكم انه هذا الحريق كان باحد المنازل وبعض المحلات اللي كانوا في مدينه الثوالي بالجزائر العاصمه. يبقى السبب مجهول، مازال ما عرفناش السبب الحريق اللي مس منازل وبعض المحلات. اذا ربي يعوض عليهم ان شاء الله. ونروحوا لثاني خبر من ترندينغ اليوم، من اللي هو عن السائق اللي شكون اللي ما شافش هذيك لا فيديو اللي فريمون داولناها بزاف وشفناها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى ان تفاعلنا بزاف مع الشرطي اللي تسبب في السائق الذي تسبب في حادث دهس شرطي بمفترق الطرق بحيدرة بالجزائر العاصمة أمام محكمة بير مراد الرئيس، حيث أجلت الجلسة إلى 29 مارس مع صدور أمر بإيداعه الحبس المؤقت. يعني خليكم تشوفوا الفيديو، الناس اللي ما شافوهاش في مواقع التواصل الاجتماعي. وصار إلى عجب الطرقات الجزائرية قالي بوا سمحوا لي أني ندوب لي أدروات، عندي إيرجونس باسكو الشرطي هذايا أخ الشرطي هذا داوه لوبيطال إن شاء الله خير. خليكم تشوفوا الفيديو. تما أنت حقار، تما أنت حقار، ما شفتوش درت راني في لابوا تاع ما ديباسينيش هكذا، راني في لابوا بالريح تخلعني وترميني على الكوتي ما على بالكش. ارجع روح من ايطاليا، روح ارجع يا اخو. القانون على الجامع يا اخو، القانون لا معليش يا اخو، علاش القانون هكذا لي جو يا اخو؟ الناس كل واحد يصلحوا يا اخو، راك غلط يا اخو، معليش يا اخو راك غلط. يا اخو ماكش داير في الديتراس، ماكش داير في الديتراس ولي فار. معليش يا اخو معليش. نقول لك حاجه، بلعقب تاوت. شوفوا خوتي، شوفوا شفتوا معنا هذا الفيديو اللي فريمون مؤسفة، فيها شيء مؤسف وفيها حاجة طلع المغال، هو أنه كاين مواطنين صارحين وغزمو كان مصور كلش، صور الفيديو اللي حس أنه يعني البوليسي هذاك مسكين كان فوق الكابو حاكم. الناس شفا إلا شفتوا الفيديو كليرمون كان فوق الكابو حاكم عدة أمتار حتى باش طاح في الطريق، لكن أخبار أخرى داولوها مواقع التواصل الاجتماعي على أنه الشرطي راهو بخير وصاروه في المستشفى، ونتمنوا ما شاء الله المطول الى العمل في اقرب الاجال. ونروحوا لخبر اخر
اللي هو آخر خبر متداول طوابير وتدافع من أجل اقتناء الزيت بالمركز التجاري بارك مول في الصيف. نشوفوا مع بعضنا بعض الصور ولا بعض اللقطات عن هذا الخبر. فوالا دونك كيفاكم تشوفوا راهم يطبعوا في بعضهم باش يشريوا الزيت. قال لك الزيت الحين يعودوا يطلبوه من في الشط، دونك شريوا الزيت وخبيوه للزمان. سي غاف يعني نوصلوا لمثل هاد الدرجة من التخلف، مع أنه شفنا وزير التجارة اللي خرج في جولة تفقدية مع رجل أعمال يسعد ربراد، لأنهم نفاو أنه ما كان حتى يعني مشكل في التخزين ولا حتى مشكل في الإنتاج فيما يخص الزيت ولا حتى رفع في أسعار الزيت مؤخرا. لكن مع ذلك نشوفوا مثل هاد الصور المؤسفة، سورتو رمضان راهو على الأبواب. فوالا اذا كان هذا اخر خبر لينا في فقره تريندينغ، ونقول لكم جينجل ورانا راجعين لكم لبقيه البرنامج. كثير منكم يستمتعوا بلمة عودة لكم مشاهدينا الكرام، ونروحوا مع بعضنا مباشرة دون إطالة نحضر لكم على السؤال التفاعلي. الموضوع اللي اخترناه لكم نهار اليوم اللي هو الإشاعة يريدها الحقد وتتبناها الصفحات. إذا نعاود نقراه لكم من الصفحات الناس اللي ما فهمونيش. الإشاعة يريدها الحقد وتتبناها الصفحات. الموضوع راهو ظهر لكم أسفل الشاشة، هذا هو موضوعنا تاع نهار اليوم. اخترنا أن نتناقشوا فيه معاكم في الهاتف عبر الأرقام اللي راهي ظهر لكم أسفل الشاشة. تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام، أعطيونا رأيكم في هذه النقطة، خاصة الناس اللي راهم متابعين الأحداث اللي راهي تدور مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. رانا نشوفوا كشف لأعراض الناس، رانا نشوفوا إشاعات، رانا نشوفوا حتى هذا ياكل في الحم هذا في التعليقات، ولا واحد يحط صورة ولا واحد يكشف واحد، واحد يضرب مع واحد يحطها في الفيسبوك، يعني حتى يعني اشياء اللي عندنا نحشمو حتى ندخلو كونيكتيو ونشوفو مثل هذه نقولوا الطاقات السلبيه اللي عندنا ندخلو حنا المواقع التواصل الاجتماعي باش نحيو على بعضنا، باش يمكن نضحكو ونبارطاج دي فيديو تاع الضحك. لكن اليوم في هذه الفتره عندنا نشوفو اننا ندخلو كل مره نلقاو مصيبه، يعني نلقاو واحد تكشف، نلقاو حياه يرفع عنها الستار. يعني نتاسفو جدا لهذا الظاهره اللي عادت هذه الايامات بينا، حتى وانه بعض الفنانين ولا الممثلين ولا يعني اشخاص اللي يكونوا فقدوا عدد من المتابعين ولا حابين يعاودوا يبانوا، يعاودوا يبانوا بجوستومون باشاعه، ولا يعاودوا يقولوا صاحبو هيا نبينوا بلي رانا متقاطين ونجيبوا شويه لي فولوور وناتيريو لاتونسيون تاع المشاهدين. في مثل هذه المواضيع اخترنا اليوم اننا نهضروا فيها معاكم وتمدوا لنا اراءكم، ونروحوا الاول مكالمه في حلقه اليوم. على مساء الخير. وعليكم السلام، مرحبا بك. لاباس؟ شكرا لك. انت لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. معك ام ضحى من بيتنا. اهلا بك ام ضحى، اهلا. والله لي الشرف، لك الشرف عظيم اني هدرت معك. شرف كبير لي، ربي يخليك ضحى. امنيتي كانت نهضر معك، امنيتي. ربي يحفظك، والله نتشرف بذلك، ربي يخليك. والله كنت حابه نهضر معك اخر شاف ما هيا نهضروا اليوم، عندنا كوفي تايم حلقه كامله نهضروا غير انا وانت. ربي يعيشك، ربي يعيشك، ربي يعطيك ما تتمناه. ربي يخليك، ربي يخليك ام ضحى. أنا بحكي لي، واش رايك في موضوع تاع نهار اليوم؟ عن الإشاعات اللي ولات تروجها صفحات، وعندنا نهضروا على عرض بعضنا، وعندنا نشهروا ببعضنا، وعندنا واش رايك؟ موضوع في القمة يعني، والله موضوع في القمة. حديث الساعة. أنت تكونكتي شوية؟ عندك علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي؟ لا لا شوفي يا أختي، لا علاقة. لا علاقة لا بالانترنت لا فيسبوك لا والو، عندي علاقة بالشروق. دونك حنا شوف حنا رانا نجيبوا لك واش كاين كامل، بصح نجيبوا لك غير المليح، نجيبوا لك غير واش راه باين. ربي يعيشك. أم ضحى من فضلك اسمعني في التليفون، ما تسمعنيش في لا تيلي. أي نقصك بني نزيد له نقص له. تحية كبيرة ليه. ربي يعيشك ربي يحفظك. إذا معليش منمش في مواقع التواصل الاجتماعي انقطع الاتصال، دونك نشكر أم ضحى اللي كانت معنا من بيتنا، ونتمنى أنكم أنتم مشاهدينا الكرام تواصلوا معنا في موضوع تاع نهار اليوم اللي هو الإشاعة. إذا
اصرح لي عندي مشكل مع المواضيع اللي نختاروها. اذا الاشاعه يلدها الحقد وتتبناها الصفحات، صفحات اللي ولينا دايرين فيها ثقه كبيره، ولينا ولت حتى انها مصدر مصدر معلومه، يعني مهما مع انه يمكن دي صفحات ماهيش مبا مؤهله باش تنشر خبر عن جو اليوم، لكن عندنا دايرينها مصدر. مكالمه اخرى وصلتنا من فرنسا. الو الو، مساء الخير. مساء الخير. اهلا مرحبا، انا قلت لي خير خير من فرنسا. اهلا خيره، واش حوالك؟ يسلمك. واش راك يا بنتي؟ صافي سقتي لي. انا راني كبيره، عندي 73 ما شاء الله، ربي يطول في عمرك. يسلمك يسلمك، مرحبا بك. يسلمك. الو، واش حوال واش حوالكم نتوما؟ جاليه الجزائريه ياكم تهاجين بالخارج ولا هكذا؟ راهم حجبانين في الدار، كاين اللي يخرجوا كاين اللي قاعدين في الدار. من فضلك سيده خير، انا قلت لي برك في لاتيلي، ربي يحفظك. صح صح، يعيشك يسلمك. هلا انا حبست. احكي لي احكي لي واش راكم دايرين في الحجر في الكونفينمون؟ كيفاش راكم؟ انا راح نديروا الفاكس انا والشيخ تاعي ان شاء الله، ربي يجوزوا على خير. وليدي قال لي بالصيف ماما ديري ديروا الفاكس. الفاكس كنا خايفين ما يكون نديروها. داكوغ، مالغري سورتو كو ولات اون كونديسيون باش باش تروح لايغوبا. ولا يعطيك الصحة. ولات اون كونديسيون. يعطيك الصحة. معليش، ربي إن شاء الله يجيبكم على خير ويلاقيكم بولادكم في أقرب وقت. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. وش رأيك الحاجة في موضوعنا تاع نهار اليوم؟ ها؟ وش رأيك الموضوع تاع نهار اليوم؟ وشنو نهار اليوم؟ نلخصه لك، سي لي غومور، لي غومور اللي عندنا يخرج غومور على اون بيغسون، تخرج غومور وبعد تمشي تدور، تقعد تدور في لي باج، تقعد يكشفوا في بعضهم، هذا يكشف في هذا. يكشفوا بعضهم؟ وي. ما لا باليش. خاطيك. خاطيني هذا، انا ما نخالطش بزاف. يعطيك الصحة، أنتو كتشرفنا بزاف بالمكالمة تاعك. ما نخالطش بزاف وما نحبش نربح الذنوب وما نحبش. يعطيك الصحة، شكرا. ما عندكمش في فرنسا كاين كومام، احنا من نلقاو فادير من نلقاو العرب دون مانيير جينيرال، نلقاو اي دخل تاي خرج تاي شرا تاي فز تاي. نو هذا كاين كاين. انا كي ساعة ساعة نروح هكذا للجاردة نقعد شوية هكذا مع صحاب مدروم، صحاب المغرب وتونس اوكي. كي نقعد معاهم نسمعهم هكذا يهضروا، ما ندخلش في وسطهم. خاطيك البوليتيك؟ انا مخاطيني ما حتى هما يقولوا لي ولا ما تهضريش بزاف، ونقول له تقلقني ربي ما نهضرش. ما شاء الله عليك، ربي يكثر من مثالك. من وين؟ من فرنسا الحاجه خيره. ها؟ من وين؟ من فرنسا. فوزيت دو اكزاكتومون؟ من بوندي. من؟ بوندي قدام باري. بوندي داكور، ما شاء الله. انا رانا 93 هنايا. داكور، مرحبا بك. مرحبا بك. كنت بالسكرين كنت 94 دوك راني في 93. مرحبا بك. يا عيسك. الى عندك اهدا ولا امتي كوكو بوغ لا فامي يجي. ها؟ الى عندك امتي كوكو بوغ لا فامي تفضلي. نسلم على خاوتي خواتاتي فاميلتي كامل. وانا هذا مكا، وعندي خويا مسكين الله يرحمه مات. الله يرحمه. وانا ما رحناش. الله يرحمه، ان شاء الله ربي يلاقيكم في ساعه الخير. وشكرا بزاف على المكالمه تاعك. يسلمك. يا عيشك، ميرسي. اذا سي اون سامبل كومباريزون، هذه المكالمه بين الجيل نتاع زمان ودرك حنا كيفاش رانا. المكالمه الاولى قالت لك انا ما عندي حتى علاقه بالصفحات، والله نلقاوها كما نقولوا حنا بالعاميه شاريه راسها كوا، ما تدخل ما تقرعج ما يوجعها قلبها. مكالمه ثانيه قالت لكم من في القعدات انا ما نشاركش الحديث يعني عن الاشخاص ولا عن حياه الناس الشخصيه، ما حنا لازم نمتثلوا بمثل هكذا اشخاص، يعني انه الصفحات اللي ولات دركا مرجع ولات يعني نديو منها المعلومه للاسف الشديد. اذا مشاهدي الكرام، موضوعنا تاع نهار اليوم شائك وفيها الكثير من الكلام، سورتو كو ولاو فنانين بزاف هذه الاونه الاخيره، تعرضوا للاشاعات وتعرضوا للتنمر. دونك نقول لكم باللي راح نستقبلوا مكالمه ثالثه نهار اليوم من عنابه. الو الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت زهره، واش راكي؟ لاباس يا عيشه، انت لاباس؟
الحمد لله. الحمد لله. جست بنتي راح نسال التدخل تاعي. تفضلي. على بعد المال هذاك تصبيح. وي تفضلي. بس كون المال زيت لي عندنا حنايا ما كانش وكاين شريته ب 95. داكا وين في عنابة؟ نعطيك لا مارك. نو. بس كل مارك عندكم انتو في يالجي. داكا. ولخو لا مارك لخا انت وبعدي. انتروفابل لا مارك الاخرى اللي راهي دايره زعما حاله و ديو. اه ديو انت يفهمي. داكور اوكي دونك مالغري كل البارح شفنا وزير التجاره اللي شفنا في شفتي والله ما كاين والله داكور انا بيرسونيلمون عندي ايتر يعني سي مالوغ نشوفوا حوايج كيما هادو رمضان على الابواب والناس ما عندهاش وكورونا ما كاين ناس ما خدموش من اللي بدا الكوفيد بيان سور وي زاربنت علقي كيما حبيتي رانا في الاستماع والله انا كي نشو نسمع الوزير التجاره يهضر كيما هكاك صافي مالوغ يعني كاين ما كانش لا ريال تاعنا ما كانش من الروح ما كانش في السوبرات ما كانش للاسف الشديد يعني انت من عنابه بيان سور من عنابه يعني والله غير فريمون صافي بليزير لي عيطتي لانه يمكن كشفتي عن معلومه انا بيرسونيلمون كنت حطيتها خاطئه بيرسونيلمون يعني بعيدا عن الاعلام وعن شاشه التلفزيون كنت نقول بلي ما كاش منها برك راهم دايرين سي وباسكو اللي كي شفت انا في التلفزيون امبوسيبل واحد عنده يروح يعمل لاشين كيما هكاك ويجي باش يهز بالسليق تاع زي بصح هي لاشين هذيك هي اللي دير المشكل تاع ما عندهمش باسكو ما عندهمش زهرة بنتي بس ما عندهمش ما كانش قلت لك انا بيرسونيلمون والله ايتر والله ايتر في الدار باسكو في يوم يزور نشري انا ايه نشري مين كي جيت راح نشري ما كانش للاسف الشديد والزيت واشاعات اخرى تقول عن السكر ورمضان على الابواب البارح شريت سكر كاين ربي يجيب الخير وربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسترنا بستره يا رب ان شاء الله يسترنا بستره بارك الله وفي كل اشاعه هذيك اللي متداوله في الفيسبوك انا ما عندي حتى شيء بوغ ماما ني فيسبوك ني والو هنيتي فوالا هنيتي من الاشاعه كاينه اوكي كاينه اونتخ فام اونتخ اوم كاين صح سي فغي تبدا بالصغر كل واحد يزيد حتى تولي صح عاد حاجة عادي أننا نكون نحن بعدنا للأسف ولا ربي ثبتنا إن شاء الله زهرة بنتي شكرا لك شكرا على المداخلة تاعك بارك الله فيك شكرا إذا المشاهدين الكرام حلقتنا ما زالت متواصلة موضوعنا تاع نهار اليوم ما زال مفتوح للنقاش نكملوا مع بعدنا حلقة اليوم لكن مباشرة بعد هذا الفاصل عودة لكم مشاهدي الكرام مازلنا متواصلين معكم فقرة كوفي تايم اليوم اللي اختارت لكم سؤال عن الإشاعات وعن الصفحات التي تتبنى هذه الإشاعات إذا دائما كنعاودوا نقعدوا في هذه البلاصة يكونوا عندنا ضيوف التحقوا بينا بلاتونا نور بضيف فنان صاعد متألق ليه متابعين كثار عنده أغاني كثيرة اللي طلع ليها بكم رضا الصغير راهو معايا اليوم اهلا بك رضا صافا لاباس بيان واش حوالك والله غير طريقه شحال الفن والله غير طريقه انا مع الفن الحمد لله مرحبا بك ورضا ما جيتناش وحدك جبت معاك وسام اللي معروف لو بيانيست اللي عاد معنا ان كوليك وسام الباز مرحبا بك الله يسلمك دونك اليوم راح نوعدكم بلي راح تتعرفوا على وسام الباز اكثر لانه راح يكون معنا ضيف راهو ضيف ديجا لكن راح يكون معنا فوق الفوتوي بعد لحظات قليله هكا باش نديروا شويه واش كاين واش ما كاينش فوالا باش يخونا شي تري بيان دونك احكي لنا شويه على الاغاني تاعك كيفاش بديت ديجا لا كارير تاعك كيفاش اخترت الفن كيفاش رحت تغني لا كارير تاعي باش اخترت الفن باش نحكيو شغل بطريقه عامه احنا عائله فنيه داكو نبداو من الاول عندنا خالنا بيان سور نشكرو في تحيه حاجه لابح درياسه تحيه كبيره ليه شيخنا وعندي ثاني دونك خالك اخ امك لا خال بابا خال بابا الله يبارك خالنا الكبير سيان دو بارونتي بيان سور ونشكر بالتحيه ثاني بابا اللي هو نصر الدين البليدي ثاني الله يبارك والغناء ستاندون كما يقولوا انسان ثاني الواحد كيكبر في وسط فنيه ما كاش كيفاه كيكون في عائله فنيه انا في الزنقه نغني نمشي نغني في الحومه نغني المهم الغناء ستاندون تحبيه انت
موهبه. داكور. كما نقولوا حنا كما الجوار كما لارتيست كما الشونتور كيف كيف. يفوبك الواحد يامن بروحه. يامن بروحه. اللي عنده امكانيات. لازم 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 تكون عندك امكانيات شخصيتك لازم انت تديرها. ما يديرهالكش واحد اخر ولا يديرهالك. دير انت شخصيتك لروحك. انت تبني روحك درجه درجه. داكور، أنت كيفاش بديت تبني روحك؟ يعني كيفاش بديت؟ أنا بديت نبني روحي ملي كنت صغير. أنا بابا نشكروه بالتحية، يقول لي كي كنت صغير أنا زعما ألاج دو 3 4 أون، كان زعما هو كون معاه هكا مريحين، كون مريح أنا معاه هكا يكون في الدار ولا مريح في فوتاي ولا نكون نبكي. يدير أم كلثوم ولا نسكت. باسكو نحب الفن. نحب الفن، يدير كاش حاجة في لا تيليفزيون هكا فن ولا نحب الفن، نبرونشي معاها. حاجة اللي تحبيها لازم تكوني مبرونشية معاها. ماشي تكوني هكا ولا وما تكرهيهاش. الليق ما تكرهيهاش، لازم ما تكرهيهاش. داكور. إي فوالا هذا واش كاين. واش لو ستيل ميوزيكال اللي بديت تغنيه أون بخومييي؟ ستيل ميوزيكال اللي بديت نغنيه أنا نغني الراي. بالراي. بون، ما تبعناش ستيل ميوزيكال باسكو كيما يقولوا كل وقت ووقت. وي. حنا رانا في وقت دوكا الإنسان ما يقدش يهضر على لو ستيل ميوزيكال عامة. دوك كاين دي ستيلام يدورو وكاين ناس كيما نقولوا حنايا غناو في ستيل في الراي هذا وما غناوش بصفه عامه نقولوا ما غناوش نقي فهمتيني صح والراي زدوا لي ماش تاع الراي زدوا لي ماش تاع الراي حنا ما نقولوش عليهم في زدوا لي ماش باسكو حنا ثاني غنينا حنا ثاني ما راناش حنا ثاني غنينا غنا ومنا صح انسان بالعقل درجه 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 يعني درجه الانسان كي يتسقم هو ما كانش لي يبدا قباله ديجا كي واحد يستعرف بلي هو غلط لا حنا كاع غلطنا انا واحد من الناس ما بديت زعما نقول لك انا بديت لا ميوزيك زعما بلي باغول نقايه بديت بحاجه زعما باسكو الراي ولا هكا ماشي حنايا فهمتيني غنينا بغيت الانسان بالعقل يسقم روحه يتسقم كي يبدا يشوف درجه 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 يسقم روحه هذا واش كاين دونك مازلنا نقصوا مع بعضنا رضا صغير انا كنت قلت لك من قبل بلي موضوعنا تاعنا اليوم هو الحقد الذي يلد الاشاعات التي تتبناها الصفحات حفظتوا اكرام بس كيف هضرتوا وحدي بلا ما نشوف تليفون تخي بيان اذا مشاهدينا في هذا الموضوع جبنا لكم ان سونداج دي سونور تاع فنانين اللي تعرضوا لاشاعات واش رايهم في الاشاعات مباشره في ميكروفون هلا عيساني ورانا راجعين عندنا سجي امل على الاشاعات ولي باج دروكا واش جميلهم كاين انا نشوف بداو ماشي غير يزيدوا في الحكايه ولا هو حكايات ما كاينش منهم هي الاشاعات كاينه بصح انا الرساله اللي نوجهها لهم انهم الاشاعه لما يديروها يتاكدوا قبل ولما يكونوا متاكدين ماهمش متاكدين كي تكون الاشاعه تقيس هذاك الشخص وتقيس العائله تاعو ما ينشروهاش برك لازم يتاكدوا منها على خاطر ماهيش حد تقيسه هو تقيس العائله تاعو ثاني معاه هذه لازم المعلومه يتاكدوا منها لانه ماهوش وحده حينضر هذاك الفنان العائله تاعو ثاني حتنضر منها يعني كي تكون الاشاعه شويه كبيره شو عندي موضوع واحد اخر على الاشاعات ولي باج فيسبوك وانستغرام هادو اللي ولاو يلفوا حكايات جداد ويديروهم ولا كسبوا مشاكل مام في الاعمال الفنيه راهم يديروا ديزافيش تاع ديزارتيست كاين اللي كاع ما كانش في بروجي يديروا لها افيش تاعها يخدموا به واش بغيت نقول لك انا هذه الاشاعات دي فوا يضروا بالانسان سيرتو كيكون عندها كيكون انسان متزوج سيرتو هادو الفنانين اللي متزوجين ويديروا لهم مشاكل كيما انا تاني فاتت عليا انا سيليباتير قالوا مخطوب قالوا راه باغي نتزوج هذا منا واش نقول لك الله يهديهم سيليباتير الله يهديهم سيليباتير اكد لي ونتمنى ان شاء الله هاد لي باج علاش ما نوظفوهمش في صوالح اللي فايده نحكوا على لي زارتيست قال نحطوا السيره الفنيه تاعنا نحكوا على لي زارتيست كاين ناس لي زارتيست ما يبانوش في التلفزيون بعد بينا هاد لي باج يحطوهم يعرفوهم للجمهور اكثر واكثر الوغ في التقديم عندنا واحد اشاعات ولي باج هادو هكا اللي راهم يقلبوا الاشاعات على الناس زوج من كلمه ولا باسكو انا شخصيا نشوف بلي لازم يكون قانون باسكو راهم كثروا ولاو يسببوا بزاف مشاكل ولاو منين بداك يقتلوا ناس عباك منين بداك يديروا اشاعه بلي فلان مات في حادث ولا فلانه ماتت هكا والبروبليم كو منين بداك شغل انا شغل كاين وماليهم يشوفوا ما على بالهمش يكونوا بعاد عليهم يكونوا خدامين وكيشوفوا هذاك الاشاعه كابابل يامنوا يقدر واحد من الاهل تاعو يموت دونك هاد الاشاعات ما بيش ناس انا نقولهم ربي يهديكم ولا غير صح باش ديروا البوز وباش تطلع لاباج تاعكم وباش تولوا معروفين ديروا البوز كيما هكا بتقتلوا الناس وديروا اشاعات هذه غير مكلف
ديروا البوز بحاجه واحده اخرى، ما على باليش انا علاش ديروا اشاعات. عيب عليهم والله غير عيب، هذا مش ثقافه ومش مش من شيء من الشعب الجزائري كنديروا اشاعات في بعضنا. نقول لهم ربي يهديكم، هذا واش نقدر نقول لهم؟ ماذا بيا ان يكون قانون، ماذا بيا ان الناس اللي تتبع هذه الصفحات اي صفحه تطلق اشاعه يحاسبوها. شروق اللي توجور معنا في اي عمل تكون معنا شروق. عودة لكم مشاهدينا، اذا كانت هذه بعض اراء الفنانين عن الاشاعات، وعلى بالنا كامل باللي الفنانين هما الاول مضرورين بالاشاعات. كي واحد يحب يطلع لاباج تاعو يبيكي فنان تمري باسكو تبيكي الفنان تبيكي المتابعين تاعو كامل ولا تبوس اكزاكتومون. ولا واحد يحب يشيع يدير كلاشي اكزاكتومون يدير له كلاش سي فغي ولا تبوس ميم زعما في لي ريزو سوسيو ولا زعما كي تحب تبان وكاع. بون ما نهضروش بصفه عامه خاش مين ذاك يدير واحد الصوالح كاع ماشي ملاح فهمتيني. انت باش عندك الباج طلعها بحاجه تاع ثقافه عامه، طلعها بحاجه تاع اللي تفيد بها الناس، الحاجه اللي كيما نقولوا حنايا في وقتنا الحالي زعما دير حاجه اخويا دير ميتي ميتي ما ديرش ميتي انت دير اشاعه الانسان، اشاعه الانسان يا راه ما يشقع فيه هذيك العبسه وتقدر حتى تضر تضر العائله تاعو بالك يكون مزوج تضر ابنائه يشوفوا باباهم كاين اللي ولادو يقراو كاين اللي ولادو هكا زعما داخل ليكول ولا زعما يقولوا له باباك شفناه ولا داروا عليه ولا صح. ولا يماك داروا عليها عيب على هذه الواحد لازم ديما يخلي العائله تاعو بعيده على المجال على العائله تاعو يخليها بعيده على المجال كاين ضر وحده ما يضرش معاها يضرش معاها الغاشي بزاف سي فغي سي فغي سي فغي نحضروا هذه اكزاكتومون. انا حبيت نعرفكم على رضا، رضا مش مفانيتي هو هكا مخدومه. حبيت نعرفكم على رضا اكثر فنيا، يعطينا وسام اغنيه واش حاب تغنينا؟ كبير قلبي منو هربه كاتمه كاتمه من عند الله كاتمه يا بنت الناس كاتمه قلبي يبغيك كاتمه يا العبيره وكاتمه من عند الله كاتبة والله يهدي كاتبة 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 وكاتبة انك تكون معنا اليوم كاتبة نكون معكم اليوم في الفخار وفي الكوفي تحية كبيرة للأب تحية كبيرة للأب تاعنا نصر الدين البليدي نشكرك تحية وتحية كبيرة للفنانين تاعنا وي وي بيان سور باسكو حنا واش حبيتيني نفهمك حنا ما تبعناش الطريق تاعهم ما راحوا في طريق وحنا تبعنا مي كيما نقولوا حنا نروح ونعاودوا نقولوا بصفة عامة الوقت ولا هكا وقت نقول رايي انا غنيه فرح احنا مازلنا مع بعضنا قاعدين لكن انا ماذا بيا يلتحق بينا وسام هكا باش تكون عملي بلي بيناتكم كومبليسيتي كبيره خويا بيان سور خويا هذوك مدليزون تفضل مرحبا بك وسام توجور نشوفوك مع سانتي اليوم حبينا نشوفوك دو بخي مرحبا بك الله يسلمك شكرا بون ما نقولك شكرا استضافه ولد الدار ولد الدار اكزاكتومون توجور اليوم جبت خويا رضا وي افي بليزير بينا توجور كومبليسيتي انا وياه صحاب اكزاكتومون وسام معروف بون توي بيانيست بيانيست تخي بيان شفناك انك تو اكومباني بلوزيوغ زارتيست شفناك مع بزاف فنانين معروفين ماشي معروفين فنانين صاعدين ولا حتى فنانين اللي عندهم ان كرون ريبرتوار كي راك صغير كيفاه هذا الشيء كيفاه؟ هذه موهبه ربانيه سانتي كما يقول لك انا قبل ما نكون نلعب سانتي كنت جيتاريست بكري كنت نلعب دربوكا كنت صغير ومن بعد رحت بديت الجيتاره احكي لك كي كنت صغير ما زلت صغير ما زلت صغير سيزون الله يبارك كان يما تنكوراجيني بابا بيان سير بابا كان واقف لي فيها شويه ومن بعد يما كانت تحب تكوسيني في الموسيقى هي بصفه عامه انا ثاني الشيخ واقف لي فيها شويه ولا كامل الفنانين جينيراليزيين حالك انا زعما كيما نقولوا انا ما حبنيش في الدومين هذا باسكو يعرف ديجا هذا الدومين هو يعرف تسمى خاف تعدي بالك على الطريق المره اللي عدى عليها هو لانه يعني حاجه تبدا بالمر باش من بعد بالك حاجه دائما تبدا بالمر ويليق تتحملي
الصعوبات وتتحملي كل شيء باسكو انت حبيت هذه العرسه. اكزاكتو. دخلت هذه العرسه وانت حبيتها فهمتي. هو يقبضك يعطيك ان كونسي زعما نقولوا احنا باغ اكزومبل يتفلق راه كاع بزاف على القرايه كاع ومنهم انت شغل ما يبقاش يهضر معاك وبعد يقول لك انت حبيت هذيك الطريق امشي في هذيك الطريق ما تشكيليش ما تجيش تقول لي يا بابا قلت لي هكا وقلت لي هكا مشي في الطريق هذيك مشيت فيها انت يا ابني هذه الطريق لروحك انا ما نعاونك انا جوست كامل مازالني نسكتوا بالقرايه على المباشر نقول له اللي حاب يدير موسيقى يسكت والديه بالقرايه بالقرايه هي كلها دونك مازلتي توجور تقرا وشمن تخصص نقرا بون قريت تقني سامي في الكيمياء الصناعيه الله يبارك فيك ومن بعد عاود جبت الباك واني ماستر ان في الحقوق ما شاء الله في الدغوا تخي بيان دونك نقدر نشوفك غدا ان كرون افوكا بوكا با ان جوج ان شاء الله جوج يلعب فوالا جوج يلعب سانتي هذه الاكسيبسيون حاجه من الناس حنا ما نخلطوش الدور يحب الحاجه كاين ناس كيما حضرنا زعما كاين ناس الدون تاعهم بعدهم على قرايتهم بعدهم على الميتي تاعهم فهمتيني كاين ناس حب الدون هذا كاين ناس كيما نقولوا حنا عندها دكتوره عندها بصح تحب هكا وزعما تحب الموسيقى تحب الموسيقى تحب كاين جواغ ثاني يحب فوتبول يلعب البالون بصح قرا هو وكمل قرايته بصح يحب البالون كيما نقولوا حنا في اي موضوع كيما نقولوا حنايا الموهبه تسبق الموهبة لازم تطورها كي تكون لازم عندك موهبة لازم تتعب عليها دونك انت لي زانسترومون اللي تعرف تميتريزيهم قلت لي لا غيتار دربوكا بيانو غيتار بيانو زعما اي حاجه اي اله موسيقيه فاسكو كاين واحد اللي قاعد يجيري لك في الموهبه تاعك يعني اسكو عندك بروف ولا تيتو دوكيمونت ولا اوتوديداكت انا كي بديت انا بون انا من عنابه من ولايه عنابه ما شاء الله خيار الناس الله يعيشك تحيه لكل الناس تحيه كبيره الناس عنابه خوتنا ومن بعد مع الوقت ومنا وخدمه تاع الشيخ منا جيت نسكن في الجي في فوكا في تيفازا الجي ما الجي تيفازا فوكا كنت نحب نروح بزاف ميزون جون على خاطر ما كنت في الليسي في عندنا كنت نحب نلعب سانتي كنت سانتي صغير تاع الليسي هذاك ندير به الحفلات داكور حفلات صغار هكا بالجيتار ونلعب ومن بعد كي جيت هنايا الفوكا ميزون جون كان واحد الجمعيه اسمها نور الساحل اللي نوجه لهم تحيه كانوا هذه الجمعيه يلعبوا زعما يلعبوا مغربي يلعبوا وانا نحب نريح معاهم ونتفرج نحسن نقول لهم باللي خليني نلعب معاكم غير شويه سانتي باسكو علاه ما يكونش عندك سانتي شباب كيما اللي عندهم هما تحب لو كان كيكملوا القعده تاعهم تلعب شويه وديما الريح بدا يشوفوا هذا براني يجي يريح مع شيوخه وانا نحب نشوف ترفد العبد عليه ايوا وكان عندي ميكرو في الدار بي سي بورتال ندير واحد لابليكاسيون نلعب بها سانتي هكا بالكلافي مع الوقت رحت قلت له هذاك الشيخ عمي موسى ملوك قلت له حب نلعب شويه دار فيا ثقه قال لي دير كرسي وريح للدابي قال لي زيد تعلم قال لي ما قلت لك تسلك شيء زيد تعلم بيان سور هو استاذ في الموسيقى راح يعلم لك الطبوع الموسيقيه الطبقات الموسيقيه تعلم من العفايس في السانتي باسكو السانتي ماشي في عفايس اللي فاتك بليله فاتك بحيله ايوا يعلم الشاوي سطايفي مع علي انا من الشرق كنت نحب نلعب الشاوي سطايفي بزاف وباينه باللي وقتنا الراي نحب نلعب بالراي ومن بعد مع الوقت جبت الباك استعملت الباك جبته قلت له تخلي لي سانتي تاعك عنده سانتي واحد اخر كيما اللي عندي هذا عامل قلت له تخليه لي نلعب به العراس قال لي بصحتك خليها عندك والعب به يعني هذه الحاجه اللي دارت لي زعما دارت لك القلب دارت لي القلب اللي هي سانتي مسلفه لك تروح تحفظ عليه درته فيه عينيا بصح نخاف عليه ونلعب سانتي في العراس صح عندك تواصل كبير مع الفنانين يعني تو اكومباني بليزيوغ ارتيست كيفاش بديتي الوغ كاين دي بيانيست قدم بصح نشوفوهم متخبيين جاوب هذا نسحقوا دونك بلا ما نكوفيك نروحوا مشاهدينا الكرام فاصل اشهاري صغير ورانا راجعين مرحبا مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معاكم جيست ما طولناش عليكم بهذا الفاصل ضيوفنا مازالوا معانا نتسناو فيكم نتسناو كيفاش نديو منهم الماكسيموم لازم نقرعجوا عليكم بيان اليوم سيرتو وسام دونك وسام كنا قبل ما نروحوا فاصل وديت لك اون كيستيون بعد فاصل سلكك بصح انا جايه دونك مانيش سالك اكزاكتومون دونك لو كونتاكت كيفاش جاك مع هاد
لا ماجوريتي دارتيست اللي خدمت معاهم. كيفاش تواصلوا معاك؟ كيفاش زعما كحكايه من بدات نولي لك كي سلفت سانتي داكور بديت من سانتي بديت ا زيرو داير في راسي باللي انا يجي نهار نولي لازم نولي نلعب في وقت قصير مع بوكو دارتيست. مع بوكو دارتيست تبدا بشويه بديت بسانتي هذاك بديت بشويه تخدم عرس اليوم مع فلان هذا يعيط لك يشوفك واحد اخر يزدي يعيط لك يزدي يشوفك واحد اخر ومام طول راني نطور في نفسي لا راني نطور في نفسي بشويه بديت ما كتعلم بلا ما يفيق لك هذاك اللي تخدم له هذاك اللي كنت اللي مد لي سانتي على بالو بيا داكور على بالو باللي راني نخدم منه هو اونسي عليا ويعرف مليح قال لي بالك على روحك قال لي باسكو راك تعرف الدومين تاع الموسيقى منا ما من الدار كان يوصلوا فيا رد بالك كيما هضر شاب مراد قال لك خليوك تخدم بصح رد بالك بشويه بديت بشويه 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 خدمت واحد العام واحد العام شغل عرفت رضا عرفت باينه باللي في العراس تعرف تعرف دي كونيسونس بديت مع رضا مع اخو عدوله نحييه مع حسام الصغير تاع بوسماعيل مع لي شونتور تاعنا من بعد بشويه بشويه خدمت في واحد كيما يخي في الجي معروفه كاين زعما شيشات زعما بلايص خدمت فيهم نقايه بديت في واحد بلاصه معروفه بلاصه هذيك معروفه بديت فيها كانوا يجيبوا فيها بزاف لي شونتور وانا كان عندي عام اللي كنت نلعب سانتي زدت كنت ديجا تطورت على العام تطورتي روحك وي كنت ديجا تطورت يشوفوك تما باغ اكزومبل اليوم جابوا سام مراد سام مراد لقيت به تما جبتو زيدوا يجيبوا فلان 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 يدي الرقم تاعك يقول لك نعيط لك في العراس نعيط لك زعما كي نحب ندي بلاصي تورني ولا نعيط لك هذه الحاجه اللي تزيد تشجعك باش تزيد تخدم اكثر وي اكزاكتومون وموسيقى اللي يحب ينجح يراجع في الدار اكزاكتومون وي صح دونك لا براتيك يدك مشاك كيما لازم تروح في الدار مانيش عارف شونتور جاي لازم تسمع الاغنيه تاعو ومن بعد تتعلم تشوف اليوتيوب اليوتيوب كاين ايماجين الام تاعك كيفاش هي حامله هذاك لو بروي ما تهضر لك والو اسكال تونكوراج انا يما مسكينه تصبر عليا الشيخ ما مهبلني انا والشيخ ما قال نبغيه ومن بصح مهبلني نقص عليا هبلتني صافي رجل ما عندوش لا زعما كي نخدم عرس ندخل في الليل هبلتني هبلتني دوكا خلاص كوالف دوكا تقدر تقول لي باللي على بالو باللي كيدير في كونفيونس عندي تقدر تقول لي ثلاث سنين وانا نخدم هكا موسيقى هكا خلاص عادي يامن فيه ولا يامن سير خير ما شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله ديما البعض ويطولهم في عمرهم ربي يخليك يطول في عمرهم اذا ما سلكتش مني تنكيت با بالي دونك عندك اغنيه واسمها نيتي عندك جابتني نيتي عندك اداتني اداتني عندي مشكله قلت لك ننسى نيتي عندك اداتني هذه الاغنيه من كلمه والحان امين المغبون خونا نشكره بالتحيه اللي راهو في فرنسا خونا نشكره بالتحيه الحان كادر زقزوق ثاني نحيوه ثاني تحيه ليه فنان كبير خونا نيتي عندك اداتني هذه العفسه بون كلمه الحان تاعو بالك هو نيتو عنده داتو كاش وحده ما تغنيت بها انا غنيت انا غنيت ان شاء الله نيتي تديني عندي الوعده عند بنت الحلال عند بنت الحلال ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دونك حنا على بالنا بلي هذه الاغنيه دارت ان كرون سوكسي ومشات في لي ريزو سوسيو مشات في لي ريزو سوسيو وي سي فغي بزاف ناس ما على بالهمش بلي هذه الاغنيه تاع رضا صغير بزاف واش صرا في هذه يا اون هيستوار مع هذه الاغنيه صرات لك معها حاجه جاك يضحك ويسام ما صرات لك حاجه صرات حاجه ما كنا نحكيوش باسكو حكينا عليهم حكيتي عليهم قبل الفاصل تاع الاشاعات تاع الاشاعات وكاع صرات عفسه سيكو انا مديتها لواحد واحد داها واحد اخر وصرات قبل ما تخرج عندك يعني مديتيها قبل هي كي خرجت عندي انا كي خرجت مديتها مديتها الانسان واحد باش يطلقها ومن بعد هو بينه وبين واحد وقال عجبات انسان الاخر بروديكتور الاخر سكيفي با حالو هذا الانسان اللي بيتها له وكانت ما بدل برك الشونتور متاجره هكا شغل هكا تولي متاجره سافر متاجره ولات موسيقى ما بدلش الشونتور نحو الكليب عندنا فيك ريحة سيكسي يحبوا يدوا في الدراع حكاية كبيرة هذه لازم تحكيها لي معليش خليها لربي وخلاص انسان ما يحبش يحكي حكاية اسمك ونحاولك لا ما نحاوش اسمي اسمي بقى هو هو في اليوتيوب نحاو باسكو كنا دايرين حنا كليب فيديو كنا دايرين كليب سي بوغ سان هذاك السيد لاشين تاعو نحى الكليب كاريمون تعب هذاك كامل تعب هذاك كامل ومن بعد عطاها لواحد اخر دارها في 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 باجي واحده اخرى شان صغيره باش يطلع بها باش يطلع بها كون فاهمك زعما الاغنيه فيها سيكسي فيها سيكسي هو عنده شان فيها ما فيهاش بزاف لي زابوني ماذا به يدير اغنيه سيكسي عنده يشريها بدراهم باش طلع له لي زابوني ليه
على باله باللي اغنيه الدور الدور الناس تحوس عليها. احنا رانا في طريق النمو مازلنا نبداو. هذه ماشي حاجه اللي تفشلني زعما تبعدني عن الطريق هذه حاجه عاديه. ماشي راح تبعدني عن الطريق الفني باسكو الفن ستان بون حكينا حاجه تزيد تقويك على حاجه تزيد تقويني. واحد تما كيما خرجت تما كيما نجحت بغنيه هذه تخرج نجح بواحد اخرى ان شاء الله نزيد نشوف بواحد اخرين. وعندي انا سي فغي ما عنديش بزاف ملي بديت نصدر في الاغاني تاوعي باسكو كنا شويه كي تعرفي انسان ماشي احنا انا ديجا لو دون تاعي بدا انا وليت حي شعبي انا وليت كارتي بوبيلار مش كل الحي تاعي بالبليده انا شجعوني ولاد الحي تاوعي كي نمشي هكا يسمعوني ولا يقولوا لي باللي تغني مليح رضا على ما ديرش هذه على ما تسجلش على ما ديرش فهمتيني احنا كنا نقول لك واش كاين فما يقولوا لي واش كاين فما واش كاين فما نشكروه خونا رحيم ثاني بن عيشوبه انسان انسان طيب وشكروا عادل شيخ خونا اللي زارتي تاع البليده عمي صالح خونا تحيه كبيره ليك عمي صالح البيلي تاعنا تاع البليده بيان سور ونشكروك تحيه كبيره ليك. هي تبدا في الاحياء الشعبيه هذه العفسه تبدا في الاحياء الشعبيه علاه كي تكوني زعما كيما نقولوا احنا مع جماعتك مع مع هما يمدوا لك هذاك لو كوتفوس هما اللي يمدوا لك حب تقول لك رضا تتغني مليح على ما ديش هذه باش نكونوا صراحه زعما صراحه كاين ولاد حومه اللي يطبوك وكاين اللي يحبوا لك ما يحبوش يشوفوك نادر كاين اللي يريبوك بيان سور كاين اللي يريبوك هي دوك باش نحكوا عامه عامه تولي الغيره تلعب دور عامه تولي الغيره تلعب دور باسكو انت هنا كنخرجوا في الاشاعات اللي كنت تهضر عليهم اكزاكتومون هنا كي يشوفوك ناجح بديت تنجح يخافوك تنجح يبداو يريبوك ما يقدش تنجح على ولاد حومه يقول لي هذا تنجح على ولاد زعما الكارتي تاعك باسكو ولادك الكارتي تاعك يعرفوك من انت وصغير ما كاينش كيفاش زعما زعما حاجه كبيره انا لعبها حاجه كبيره في حومتي ما كاينش كيفاش يشوفوني زعما حاجه كبيره في حومتي باسكو عامه تبقى من صغير انت في الحي تاعك ولد هذاك الحي باسكو جميع انسان زعما كيما نقولوا حنايا في الحي تاعو يتكبر على على ولاد الحي تاعو ولا ولاد بلادو ما جاياش باسكو الحاجه اللي تربح فيها في هذه العبسه اللي انا فيها في الدون هذا اللي رانا فيه اللي تكون تواضع صحيح تواضع دور كبير في الارتيست وفي الفنان ونشكروا فنانين بزاف اللي متواضعين زي جوستومون كنت قلت لنا كرام كاين مكالمه اوكي نستقبل مكالمه ونعاود نرجع لكم صلي الو مساء الخير عاد مساء الخير زهرة اهلا اهلا مرحبا بك وبيكي اهلا ما تقوليش شكون دابا انا نقول لك ام أماني من جيزن أم أماني الصديقة الوفية دي عرفت صوتك عرفتو مرحبا بيك يسلمك يا عيسى صعبة لاباس والله صعبة خلاوت اليوم وحدك زهرة اليوم أنا وحدي ياسر خلاني الله يبارك لك معمرة الاستديو راكي منورة الله يبارك لك ربي يخليك شكرا ربي يحفظك ويسلمك والله كي شفتك كنت لازم نهضر مع زهرة حبيبتي ربي يحفظك ما يحفظك يسلمك يا عيسى أم أماني احكي لي واش رايك في الموضوع تاع اليوم والله يهبل على جال وعداك عيط ما شاء الله يعني ونشكركم على المواضيع يعني الفعاله يعني الله يبارك شكرا لك عيشك الوغ انت عندك علاقه شويه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب هكذا شويه هكذا تشوف هاد الايامات الاخرين ولينا بزاف ناكلوا لحم بعضنا ولينا هذيك في هذا يعني بحبك والله يا اختي زهرة يعني نقعد هكذا مع روحي نقول علاش هاد الاشاعات واش يعني انسان كي يفسد على واحد هكذا سواء في السمعه تاعو ولا في النجاح تاعو ولا في اي مجال يعني هكذا ولو حتى وحده كانت في الدار قاعده هكذا مخطوبه ولا كيما يقولوا عندها عمل يعني مشروع هكذا ولا كيما يقولوا فنانه ولا مثلا اعلاميات لهي بارك يعني علاش يعني يروجوا عليهم هاد الاشاعات يعني يفسدوا عليهم جو سوي داكوغ دوك المشكل ولات في الاشاعه اوكي فهمنا اشاعه صفحه تروج حنا يعني ولينا نبارطاج هذيك هذا يشوفها عند هذا تسمى تزيد تمدلها نطاق واسع من نورمالمون شوف اختي زهره نورمالمون كي تشوف الاشاعه هكذا نورمالمون الانسان ما لازموش يشجع الاشاعه هذه تحبس عندك اين الضمير انا نقول اني سؤال يعني يبقى مطروح اين الضمير الانسان انت كي تدير هذيك الاشاعه حتى امك حتى اختك حتى اخوك حتى ابوك علاش يعني من الدين ديالنا يعني الدين ما شاء الله يعني راهي يعني ضد هاد الحكايات هادو وهاد الحاجه تجي يا زهره من التربيه
صح الاخلاق التربيه الانسان على بالك يعود مربي يعني امبوسيبل يعني يشجع مثل هذه الاشاعات يعني مؤخرا شفنا يعني فنانات يعني ويعني ما شاء الله عليهم يعني اشاعات هكذا يعني للاسف للاسف يعني يعني كي نعرفوا حاجه شخصيه على حياه واحد ما حد تزيد فينا ما تنقص يعني حاجه تعنيه انا كي نشوف وحده هكذا نحبها نحب الاعمال ديالها نحب كما يقولوا الاعمال ديالها والله بك شوف من احنا صرنا في 2021 هكذا يعني دوكا امبوسيبل يعني باش نصدق اشاعه هكذا لما تشوفش عيني وتسمع ودني ومع ذلك شوف باش علاش شوف علاش من علاش من كما يقولوا ما نقابلش هذيك الاشاعه بنصيحه صحيح وعلاش نزيد نكبر في الاشاعه وندي كما يقولوا الاثم هكذا و يعني يعني صراحة يعني كما يقول ربي يهديهم كامل وهذا ما كان ان شاء الله شكرا على المداخلة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة على الموضوع هذا ونقول هذوك اللي جاني معاك تما نقولهم بون كوراج وربي كما يقول يوفقهم ان شاء الله ربي يخليك يسلمك شكرا لك شكرا لك ربي يخليك سلامة يعيشك إذا نعاود نرجع لكم مباشرة بعد ما يرفع على مسامعنا صوت الحق إذا عاود عليكم مشاهدي الكرام معلي بالي فاصل طويل تعاود نرجع لكم ما نقدروش نروحوا بلا ما نقول لكم باي باي بلا ما يطلوا عليكم هاد الوجوه النيره اللي راهم حاضرين معنا ربي يخليك نبدا بويسام دونك اعطيني كلمه اخيره هكا باش نسمعوا الاغنيه الشابه تاع ريضة تفضل نحييكم انتم طاقم شروق تي في زهره انت ياسر كاع ليكيب شكرا ميخ ونحيي الاخ سوالدي يما بابا وخويا زكريا ربي يخليكم ليا ان شاء الله والناس اللي حبوني وشجع اللي يحب الموسيقى يلقي كسر راسه شويه يدير كونفيونس في روحه يحب سانتي تحب اي حاجه دير كونفيونس في روحك امن في روحك وما تفشلش وتحيه ولاد حومتي في عنابه في فوكا في عندي بزاف انا ولاد حومتي عندك حومات بزاف على الشيخ شكون سكننا معاه بارتو نحييكم شكون جامي جات لوكازيون باش نحييكم في تيندو في بارتو اللي تلاقيت بهم في حياتي كاع ولاد حومتي ربي يخليكم ليا ان شاء الله ومازال نتلاقاو في عمل ان شاء الله ان شاء الله وتحيه كبيره للاب نتاع وسام ايوا او شايف الكارت اللي من عشيه ويجي عندك تخي بيان اذا ميرسي بوكو وسام خليك تحت التالي باش تغني باش يغنينا تخي بيان ريضا كنتي ظريف ما شاء الله عليك ربي يخليك ميرسي بوكو كنتي اطلاله هكا بشوشه دخلت لنا في الفرحه ربي يخليك يا غاجي سكي كذا ربي يخليك ميرسي بوكو يعيشك دوك عطينا ديرني مو لي كلمة أخيرة نوجهها للناس المتابعين تاعنا نوجه كلمة أخيرة نوجهها الأولى اللي نوجهها لماما بابا ما فامي ما غروند فامي ما بتيت فامي والناس اللي تحبني كاع في لا 48 ولاية أنا نموت عليكم وصافي بليزير وإن شاء الله نزيدوا نمدوا لكم حاجة ما خير نمدوا لكم حاجة شابة وتابعونا ونوجه تحياتي كبيرة للناس الغربة ثاني ما ننساوهمش الناس اللي هم في الغربة نجي تحياتي الريتاج الماسور ثاني احلام اللي نشكروها بتحيات ثاني باك تشوف فينا ولا تحسن ما تحيه كبيره ليهم قالوا ماني وكاع ما فامي وان شاء الله ما كناش تقال عليكم ان شاء الله ربي يخليك انا نجي كونفيرم كنت خفيفه علينا دونك واش حايب وي وي سام تحيه خاصه لزينو اونجيلو ماناجر تاعي هاي كل هاي عندك لا كاميرا نقول لك زينو تاع خويا وربي يخليك ليا ماناجر تاعي وان شاء الله مازال خير قدام شكرا يعني وتحيه ثاني لطاقم الشروق خاوتنا صافي بليزير نسيناكم سامحوا لي تحيه كبيره لكم وتحيه ثاني لمروان خويا اللي راهو معايا ثاني حاضر اليوم تحيه ليه بزاف وحيمه ثاني وغاشي طالي ميرسي بوك ربي عشقات هما الناس المحبوبين عندهم بزاف تحيه تحيه ديالهم باسكو يحبوهم الناس اللي نسينا هادو كامل ونساو عم يقولوا نسينا اللي نسينا يتمعنا تخي بيان ماكش غتغني لنا رضا باش تختم الحلقه نختم لكم الحلقه باغنيه نيتي عندك داتني اللي هي محبوبه عند جماعه وي نقدموها لو كان معاك اخت زهره ربي يحفظك الطاقم الفني تاعنا تاع الشروق شكرا لك وكاينه اغنيه اليوم حتصدر 17 ان شاء الله في اليوتيوب قناه اليوتيوب عند فيصل خونا وان شاء الله تعجبكم ماكس بارتاج شكرا لك ماكس بارتاج لازم شكرا لك انا ثاني مشاهدي الكرام بدوري نختم حلقه اليوم ونقول لكم ان شاء الله كنا خفاف الظرف عليكم نتلاقاو غدوة نفس القناه نفس التوقيت موضوع اخر دائما يهمنا ويهكم ونخليكم على انغام رضا صغير